السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايبي دي رسالة الملائكة لكم النهاردة. الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. رسالة النهاردة جاية لك بانك لازم انك تحترم صحتك، تحترم جسدك. يعني انت جاي على نفسك زيادة عن اللزوم، مرهق زيادة عن اللزوم، عندك كده حتة انك بتيجي على نفسك زيادة قوي، يعني بتضغط على نفسك في العمل، في الشغل، في البيت، في الاولاد، في ضغط نفسي هائل عندك، وفي ضغط على الجسد، وفي تعب. في ناس منكم تعبانة تعب كبير، في ناس عندها تعب في العظام، في ناس عندها تعب في المعدة، في ناس عندها صداع، واضح هنا في طاقات كتير قوي من الارهاق والتعب عندكم. وكأن الرسالة هنا بتنبهك انك لازم تاخد بالك من صحتك. اعرف ان جسدك ده هو الوعاء المادي لروحك. اذا تعب جسدك، روحك ما بقتش متوازنة، فبالتالي مش هتقدر تتقبل اي شيء داخلك. لازم تاخد بالك انك ما تجيش على نفسك قوي، وازن حتى في امور صحتك. اذهب للطبيب لو انت محتاج، واضح انك محتاج شيء انك توازن بيه امورك الصحية بالذات. يا جماعة عندكم هنا تدهور صحي، في ناس كمان عندها البشرة والشعر تعبانين، عايزين تاخدوا فيتامينات معينة، حاجات فيها زنك، علشان عندكم ناس كتير هنا شعورها بتقع وكده. وفي ناس هنا قلة الغذاء، عندها زي فقر دم او انيميا. بصوا يا جماعة، لما بتجيلكم رسالة روحانية بتقول انك تقلل من اللحوم او الالبان او مشتقات الالبان علشان تقدر تستقبل، او الهالات بتاعتك تنضف والشكرات تنضف علشان تقدر تستقبله كده. الرسالة دي لو انت شخص تعبان ما ينفعش انك تهمل جسدك، ان لبدنك عليك حق. يعني الاول اشوف صحتي، ممنعش اللحوم خالص بس اقلل منها، اكتر بقى من الخضروات والسلطات. لما انا عندي شخص عندي فقر دم، عندي حاجات فيها تدهور في الصحة، فبالتالي روحك هتفضل تعبانة، لانك لازم جسدك يكون مرتاح. اعالج جسدي في الاول علشان انت هتتحاسب على جسدك ده انك اهملته. ان لبدنك عليك حق، يجب ان تحترم الجسد، يجب ان تراعي نفسك في صحتك اكتر، تنام كويس، لان في ناس هنا عندها قلة نوم كتيرة جدا. واضح كمان في عندكم تشوش في حاجات، عدم ثقة بالنفس، في ناس هنا عندها شيء بتقول ان انا مش هقدر اعمل الاشياء دي دلوقتي، مش هيكون عندي الشجاعة الكافية. عايز اقول لك انك الشجاعة داخلك، ابحث داخلك، دور على القوة الداخلية اللي جواك انت، ثق في نفسك وابعد الخوف عن طريقك. دايما هتجد قوتك الداخلية بثقتك بنفسك. وما تندمش على شيء فاتك، ما تندمش على شيء في الماضي، يعني ما تخليش ماضيك بيعيق مستقبلك. ابعد التفكير في الماضي كل البعد، وابدأ من جديد، وقف رؤيتك المظلمة في اللي فات، وابدأ برؤية منيرة في المواقف اللي جاية. كمان كتر الندم بيخليك توقف الأشياء الجميلة اللي جاية لك، بتوقف عجلة الحظ معاك. بلاش تندم، بلاش تقول لي أنا دخلت العلاقة دي، لي أنا كنت بين الناس دي، لي أنا ما عملتش كده من زمان. يعني بص، افهم إن الندم ما بيغيرش شيء من الماضي، ما بيغيرش شيء من الماضي، بس الثقة بالنفس وعدم الندم بيغير في مستقبلك، بيديك طاقات أفضل في المستقبل. سيب اي معتقدات قديمة انت كنت عليها، وخليك في المعتقدات الجديدة اللي بتدعم نموك الروحي. في الاستسلام لله،
وترك رغباتك في التحكم في كل شيء. استسلم لربنا، ثق بنفسك، أنت تمتلك الكثير، تمتلك الكثير، وتمتلك مواهب روحية، وتمتلك حاجات تقدر تفيد بيها الناس اللي حواليك وتفيد بيها نفسك. انت شخص من جواك عبقري مبدع، بس انت دافن عبقريتك وابداعك ده في محيطك. وازن، حاول توازن بين روحانياتك وبين الشغل وبين البيت وبين الصحة. وازن امورك، اعمل كل حاجة بقدر. ربك لما خلق كل شيء خلقه بقدر، ما خلهوش يجي بفائض كبير علشان ما يحصلش فساد في البشر. يعني ربنا قادر ان هو يرزق كل الناس رزق كبير جدا، وده مش هينقص من عند ربنا شيء، ولكن ربنا ما خلق الارزاق خلقها بقدر، وبيرزق كل انسان بقدر معلوم، علشان عارف ده لو المال زاد معاه هيبقى ايه، وده لو المال زاد معاه هيبقى ايه. وده دي الفئة اللي ربنا بيحبها طبعا. أما الناس التانيين اللي عندها المال بزيادة وهي أصلا ما بتعرفش أصلا ربنا ولا تعرف أي شيء من ده، دول ما ينفعش إنك أصلا تبصلهم ولا تحسدهم، لأن ربنا بيديهم في الدنيا وما فيش في الآخرة ليهم نصيب، ما لهمش نصيب في نعيم الآخرة. فأنت من الفئة اللي ربنا كتب لها نعيم الآخرة، فبيديك قدر من الدنيا ونعيم الآخرة خيرا وأبقى. طبعا بيبقى ليك نصيب في الدنيا جميل، وفي الآخرة لك حاجات جميلة جدا طبعا في الجنة، وفي مغفرة ربنا وفي رؤية ربنا وسيدنا محمد في الجنة لوحدها وبدخولك في الجنة. فإنت شخص طيب القلب، ربنا جعلك من الفئة المؤمنة اللي جواها إيمان ان هي تقدر تعمل اي شيء، وجواها ايمان بربنا انه يقدر ينفذه لها، جواها ايمان انها لو دعت الدعوة ربك هيحققها ليها، وجواها ايمان ان ربنا بيقول الشيء كن فيكون. عندك كمان باب هيفتح لك من السعادة، سعادة شخصية داخل عليها بإذن الله، باب روحي وباب شفاء، وكأن روحك بتتشافى في الفترة دي من طاقات سلبية كتير. واضح ان كمان في رزق كبير جاي لك بإذن الله، في نتيجة حلوة لشيء انت عملته هتربح منها، في نتيجة جميلة لجهد وتعب انت كنت فيه، في فلوس بإذن الله جاية لك حلوة قوي قوي قوي، جاية لكم بإذن الله بالفترة اللي جاية، في نور وشفاء في إيديك بإذن ربنا طول ما أنت بتقرأ في القرآن وبتعمل أورادك وبتسبح على السبحة. واضح أن بيجي لكم كتير الموضوع ده، عشان في منكم ساعات بيهمل الأوراد وساعات بيقرب شوية بيبعد ويقرب، فتقطق فيها شد وجذب كتير، لازم تقرب أكتر وتعرف ان قربك من ربنا هو طريقك الصحيح. ثق في نفسك، ثق في حدسك، خلي بالك من صحتك كويس قوي، وتوقع تغيير كبير جاي لك بإذن الله، وعدالة إلهية، رجوع حقوق. اتقبل نفسك، اتقبل الأشياء اللي انت مش قادر تغيرها، عشان القابلية دي لو انت تقبلت الشيء اللي انت مش قادر تغيره هيتغير. اتقبل اللي بيغير الأشياء ربنا، بس يكون عندي يقين في ده، وتدعي ربنا بطريقة كبيرة انه يحقق لك اللي انت بتتمناه. حاجة في واقعك مش قادر تغيرها اتقبلها، قول رضيت يا الله، اشعر بالرضا، والله اذا رضيت ادهشك ربك بعطائه. ارضى بالشيء وتقبله وشوف هيتغير ولا لا، ربك هيدهشك بعطائه في المستقبل القريب، فأبشر يا صاحب الرسالة. أنا خلصت الرسالة حبيب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.